السلام عليكم ورحمة الله. عمل سيء جدا حذر النبي منه أثناء الصلاة واعتبره سرقة. استمع معي أخي الحبيب إلى هذا الحديث النبوي العظيم. هذا النبي يريد لنا الخير، يريد أن يعلمنا أسباب الخير. لذلك دعونا نستمع للحديث أولا ثم نتأمل ونتفكر ونتدبر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. الحقيقة كثير من الناس يصلي بسرعة، عقله منشغل بأمور دنيوية، يريد أن يتخلص من هذه الصلاة بأقصى سرعة. طيب لماذا؟ الصلاة أخي الحبيب هي لقاء مع الله، فكأنك تريد أن تهرب من لقاء الله، أن تتخلص من لقاء الله بسرعة لترجع لهموم الدنيا. بالعكس، النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل صلاته ويقصر خطبته. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكلم كثيرا على فكرة، والأحاديث التي بين أيدينا تدل على أنها كلها مختصرة وموجزة وكلها فيها فائدة. يعني النبي لم يتحدث بكلام فارغ أبدا، ولم نعل، يعني لا يوجد لدينا الآن أي حديث عن النبي قال صلى الله عليه وسلم ثم كلام فارغ، لا يوجد. كلامنا اليوم معظمه كلام فارغ. حلل أنت كلماتك، يعني حلل اليوم مثلا ماذا تحدثت طوال النهار. تحدثت إلى فلان وفلان وفلان وأخيك وأهلك وكذا، اجمع هذه الكلمات، ستجد أنك تحدثت مثلا 50 صفحة ربما أو أكثر. طيب كم جملة مفيدة فيها؟ كم كمية الكلام الفارغ الذي لا ينفعك أمام الله يوم القيامة وليس منه فائدة؟ ستجد أنها كمية كبيرة جدا. حتى ما نسمعه أو نقرأه معظمه أيضا قد يكون كلام فارغ. وأهل الجنة كما تعلمون لا يتحسرون إلا على ساعة من الدنيا لم يذكروا الله فيها. يعني ذكر الله أكبر، وذكر الله فيه أجر عظيم، وبالتالي الصلاة هي ذكر. الصلاة هي أصلا ذكر لله، فيها قراءة القرآن والتسبيح، وهي دعاء وذكر. وبالتالي بعض الناس عندما يذهب للصلاة يشعر أنه إذا لم يصلي أن هناك نارا بانتظاره. أنا لا أريدك أخي الحبيب أن يكون دافعك للصلاة هو هذا، إحساسك بالعقوبة، لأنك إذا أمنت العقوبة ستترك الصلاة. وبالتالي يجب أن يكون الدافع لديك هو حب الله، الدافع لديك هو لقاء الله. أنت يعني عندما تصلي أنت تتواصل مع الله، صلة مع الله، سميت الصلاة لأنها تصلك بالله. فأنت إذا جلست مع إنسان غني مثلا، هل تتمنى أن تنجز هذا اللقاء بسرعة وتذهب، أم تتمنى أن يطول لتطلب حاجتك منه لأمور دنيوية؟ إذا جلس، يعني بعض الناس يجلس مع إنسان مشهور مثلا يتمنى أن يطول اللقاء، فكيف بمن يلتقي مع الله عز وجل مالك الملك؟ فالذي يسرق من صلاته هذا دماغه مشغول في أمور دنيوية ويريد أن ينجز هذا الهم، يعني هو يعتبر الصلاة هم، يريد أن يتخلص منها بسرعة ويعود. بينما النبي عليه الصلاة والسلام أراد لنا
أن نعتبر أن الصلاة هي راحة نفسية. كان يقول لسيدنا بلال: أرحنا بها يا بلال، يرتاح عندما يصلي، يشعر بالطمأنينة، يشعر بالهدوء النفسي، يشعر بالسكينة أثناء الصلاة. وبالتالي أخي الحبيب احذر من أن تسرع في الصلاة، فكأنما أنت تسرق من الركوع والسجود، وهذا أسوأ أنواع السرقة. يعني أسوأ من سرقة المال، أن لا تتم هذا الركوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا في صلاتنا في كل الحركات الاطمئنان، أن تكون مطمئنا. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع والطمأنينة هو أهم ميزات الصلاة. فعندما تبدأ بالدخول في الصلاة، هيئ نفسك لمدة ولو ثواني قليلة، هيئ نفسك أن تقف بين يدي الله وقل: أنا سأدخل في رحاب الله وسأتواصل مع الله من خلال هذه الصلاة، لأن الله قريب منك ويراك ويسمعك. عندما تقرأ القرآن اقرأ بهدوء، وحاول أن تفهم كل كلمة وتتفاعل معها، لا أن تقرأ هكذا دون أي إدراك. عندما تركع وتقول الله أكبر، يجب أن تستحضر أن الله أكبر من همومك ومشاكلك، أكبر من هذه الدنيا، أكبر من المال، أكبر من كل المغريات وكل الدنيا وكل شيء فيه هم أو فيه فرح، الله أكبر. فعندما تقول سبحان ربي العظيم، تشعر بأنك تنزه الله لأنه إله عظيم سبحانه وتعالى. وتقول سبحان ربي العظيم، تقول: ركع وجهي للذي صوره وخلق سمعه وبصره بغير حول مني ولا قوة. تتلذذ وتتذوق لذة وحلاوة هذا الركوع. ثم عندما ترفع من الركوع وتقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، تقولها بقلب مطمئن، تستشعر نعم الله عليك، تستشعر نعمة أنك تقف، هناك من لا يستطيع الوقوف، تستشعر نعمة أنك تبصر أو تتكلم، هناك من لا يستطيع الكلام أو هو كفيف، وتقف لتحمد الله سبحانه وتعالى. تقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم تسجد. وعندما تسجد أخي الحبيب، يجب أن تستحضر عظمة الخالق عز وجل، وأنك ذليل بين يديه، أنك عبد ترجو رحمة الله. فتقول سبحان ربي الأعلى، سجد وجهي للذي صوره وخلق سمعه وبصره بغير حول مني ولا قوة. تدعو ما شئت، لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، تكثر من الدعاء، تتذوق لذة التذلل لهذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى، لأن الإنسان عندما يتذلل ويتواضع لله يرفعه الله سبحانه وتعالى. عندما ترفع من الركوع، اجلس حتى تطمئن من السجود عفوا، وقل: ربي ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ثم أسجد للمرة الثانية. أيضا أدعو بما تشاء، سبح الله سبحانه وتعالى، استحضر عظمة الله، ثم ارفع من السجود. وهكذا أنت أصبحت الصلاة بالنسبة لك شفاء وعلاج وراحة، لم تعد مجرد واجب تؤديه وأنت خائف من عذاب الله سبحانه وتعالى وتريد أن تتخلص من هذه الفريضة، وكأنها حمل، كأنها ثقيلة. نحن نعلم أن المنافق الصلاة ثقيلة عليه، فمن يشعر أن الصلاة ثقيلة عليه يخشى أن يكون فيه صفة من صفات النفاق والعياذ بالله. فيجب أن
أن تعتقد أن هذه الصلاة أصلاً لماذا أمرك الله بها؟ هل الله يحتاج لركوعك وسجودك ويحتاج لك أصلاً وهو خلقك عز وجل؟ لا، الصلاة هي لمصلحتك، هي لشفائك، لعلاجك، لطمأنينتك. الصلاة إذا أديتها بهذه الطريقة فيها علاج. حتى نحن عرضنا قبل سنوات دراسة لمجلة هندسية قامت بعمل برنامج لمحاكاة ركعات الصلاة المفروضة خلال اليوم والليلة. فهذه الدراسة تقول إذا أدى الإنسان الصلاة على الطريقة الإسلامية بشروطها وخشوعها وركوعها وفي أوقاتها، فهي تحسن أداء العمود الفقري، وتحسن أداء المفاصل وغير ذلك، وتعالج الآلام أيضا، آلام العظام. وهذه دراسة علمية موجودة يعني على موقع من أحب أن يطلع عليها. لذلك الصلاة هي شفاء، هي علاج، هي راحة نفسية، هي نوع من التأمل. اليوم هناك توجه علمي للعلاج بالتأمل، أن تجلس هكذا وتتأمل وتنظر إلى شيء وتفكر فيه، هذا نوع من أنواع العلاج. مديتيشن. الصلاة فيها خشوع، فيها راحة نفسية، فيها لجوء إلى الله، فيها دعاء، فيها يعني أن تشكو أمرك إلى الله، أن تكثر من الدعاء وأنت ساجد، أن تستعيذ بالله بعد أن تتم الصلاة، قبل التسليم أن تستعيذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. 4 أشياء كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم منها في آخر الصلاة. فأنت في هذه الحالة الصلاة أصبحت بالنسبة لك متعة وشفاء، وغيرت حياتك بالفعل، وراحة نفسية. من هنا أخي الحبيب نستنبط لماذا اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. فعلا هو مثل إنسان يسرق نفسه. يعني الإنسان قد يسرق شخص آخر لديه مبرر، حاجة مادية أو أنه جائع، يسرق رغيف عيش أو كذا، ولكن أن يسرق نفسه، أنت تسرق من ثوابك، من خشوع صلاتك. الصلاة لها أجر عظيم. فأنت بهذه الطريقة التي أسرعت فيها بالصلاة، وركعت بسرعة وسجدت بسرعة وأنجزت الصلاة كلها في دقيقتين مثلا، ويعني لم تفهم شيئا من ما قرأت أو مما قلت، فكأنما أنت سرقت من ثوابك، أضعت كمية كبيرة من الثواب، فكأنما أنت الذي سرقت من هذه الصلاة. لذلك يعني دائما النبي كان يأمر أصحابه إذا جاء أحدهم إلى الصلاة أن يأتي وعليه السكينة، أن تشعر بأن عليه السكينة. حتى إن هناك نهي عن الركض للصلاة أو الإسراع للصلاة، لا، أن تأتي وعليك السكينة، فأدرك ما فاتك من الصلاة ثم عوض. يعني صلي مع الإمام ما تستطيع أن تصليه، وأدرك ما فاتك بعد ذلك. المهم، الهدف النهائي من الصلاة أخي الحبيب ليس الصلاة ذاتها. يعني الله لم يأمرنا بالصلاة لأنه يحتاج لعبادتنا، لا، الله أمرنا بالصلاة لتكون راحة نفسية لنا. فهذه الراحة لا تتحقق إلا إذا حققت الخشوع، وحققت الاطمئنان في الركوع وفي السجود، وحققت أن تفهم ما تقول. وأخيرا أيها الأحبة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.